اخر وصلنا انك انت فعلا صلى وراس. هنزرع بقى، نزرع ازاي؟ احنا عايزين نقلل الشعر من ورا لقدام، الشعر بيتنقل من ورا لازم يتحافظ عليه، ولازم نزرع كميه كبيره. وقبل ما نزرع لازم نتكلم، هو ايه اللي اقدر اعمله انا في الزرع؟ تلاقي واحد جايب صلع كبير يقول لك عايز ازرع ده كله، طب ما هو اللي اقدر انقله من ورا انا له عدد. انا في المتوسط لما باخد شريحه من ورا من الجلد وبقفل مكانها، القفل مكانها ده فن عشان ما يسيبش اصلا. وده بقى هوريه لكم في الصور بعد الفاصل، هوريكم الصور ناس خدت واتقفلت بالطريقه الصح ما يبانش خالص. لما اخد شريحه من واحد متوسط الكثافه في ورا بتكلم في حدود 4000 شعره، لو زودنا نوصل 5000 6000، لو كان شعر ضعيف هيبقى 3000. يا ترى دول اقدر املى بيهم مساحه كبيره زي دي؟ لا، شطارتي انا ان انا اعرف احسن استغلال الكميه المتاحه. هندي مع بعض ازاي مكان وشكل الشعر قداماني فين، ده نتفق عليه قدام بعض مع المرايه، وبعدين نعمل من ورا الخط ده خروم تك 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 تك، ونحط جوه الخروم دي الشعر اللي احنا هنفصصه من الشريحه. الكلام ده لما انا اقول الناس تخاف، شريحه وهنقطع ونخيط، هي فعلا عمليه لكن كله بنج موضعي. ولما تشوف النتيجه النهائيه بتاعتها الجرح ملوش اثر، الشعر طالع بطريقه طبيعيه، خلاص يبقى تستحق. اتفضل اتصال معانا نريمان. الو ياسمين، اتفضلي ياسمين. يظهر الخط يا ياسمين، اتصلي بينا وقت تاني يا ياسمين على طول. الطريقه دي كلها بتنتهي في حوالي 5 6 ساعات. خدنا شريحه وخيطنا مكانها، خياطه ما تبانش، طلعنا الشريحه بره، قطعناها، فصصناها، حطينا جوه الخروم، مع السلامه. نغسل الشعر وتروح، لا في رباط ولا في عمه، وتروح تريح يوم، تاني يوم تيجي نطمن نغسل شعرك تاني. ما تجيلناش بقى تاني لما ابتدي الشعر يطلع بعد شهر ولا حاجه. هيطلع بعد شهر، بصيلات تبتدي تفوق، يبتدي ياخد الطول الطبيعي بتاعه 2 3 لغايه 5 6 شهور كمان. سهله. انما عايز حد يكون بيشتغل كتير. انا بشوف في ساعات ناس بتبقى يعني الشعر بالنسبه لهم ده زرع كده، كل فتره لما يزرع حاله ولا بتاع تلاقي الشكل النتائج تضحك. ليه؟ لانه مش باين انك زارع. الشطاره ان انا لما اعمل الزرعه صح ما يبانش ان انت زارع، يبان شكلك حلو لكن ما يبانش انك زارع، وان الشعر طلع بكثافه في الاتجاه اللي انا عايزه ومغطي، برغم ان انا مش حاطط المغطي من الطريقه كلها، لكن هو عامل الايفكت، عامل التاثير اللي هو اكن انا زارع كميه كبيره.